أعزائي المشاهدين أهلا بكم. لا يتوقف الزمن أمام شيء مثلما يمكن أن يتوقف أمام قضية الوحي الإلهي، فهي القضية الأكثر جدلا ولا يحسب التاريخ أمامها مدا وجذرا. فهل يؤمن المسيحيون بداية أن الوحي المقدس نصا محفوظا بحروفه وألفاظه، أم هو مجرد فكرة مرنة قابلة لإعادة الصياغة والترجمة عبر العصور ومن لغات كثيرة إلى لغات أكثر؟ هل كان النبي موسى مدركا أنه بتدمير اللوح الحجري الذي كتب عليه الله الوصايا يدمر ويطمس الدليل الوحيد الذي يثبت الوحي الإلهي؟ أم أننا اليوم نقف أمام شاشات مضيئة تناقض ما كان موجودا على هذا اللوح المكسور؟ هل يظل كلام أكبر فلاسفة الوحي ناصعا أمام غبار التاريخ؟ أم أن الوحي بحاجة لأن يسمح بتسريبات الثقافة تتراكم عليه علها تنفخ فيه روح الحداثة والتطور؟ كل هذه الأسئلة وغيرها في علاقة الوحي بالثقافة المعاصرة هو ما سنتعرض له في هذه الحلقة والحلقات القادمة، فابقوا معنا. أهلا بكم مرة جديدة. النص المقدس أو حسبما نفهم في الثقافة الشرقية بشكل عام هو نص من المفترض أنه يكون نص صعب، مش مفهوم بأكمل ما فيه، حاجات تعود ببعض التصور إلى الأمور العلوية والفوقية، لكن ما تلاقيش في نص مقدس كلام شخصي كاتب واحد لواحد أو مشكلة شخصية في مكان وزمان بعينه، إلا ما كانش الوحي شيء مطلق لكنه كان شيء نسبي، ودي هتعمل لنا مشكلة. حلقة النهاردة هتتكلم عن العلاقة ما بين الثقافة وما بين الوحي، هل الوحي مطلق على إطلاقي لكن ولا هو نسبي بحسب الثقافة اللي كتب فيها. يسعدنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين أن نستضيف خادم الرب الفاضل أخ يوسف رياض، خادم الرب كنائس الإخوة بمصر. أهلا بحضرتك. أهلا. ويسعدنا أيضا وجود جناب الفاضل الدكتور فريد صمويل، باحث وكاتب وله كثير من المؤلفات الدفاعية. أهلا بحضرتك. أهلا. طبعا أنتوا عارفين الجزئية اللي هندخل فيها النهاردة هي جزئية شائكة بكل المقاييس. أنا مش بعمل دعاية للحلقة، لكن حقيقي الجزئية دي بتختص بثلاث أربع موضوعات كبيرة جدا في فهمنا المسيحي للوحي المقدس. يعني مثلا جزئية النهاردة هتدخل بينا في مشكلة يعني إيه الوحي، يعني إيه الوحي في المفهوم المسيحي، هل هو تنزيل ولا هو صياغة، واحد كتب حاجة كان بيفكر فيها فربنا قال له برافو عليك خليها دي على حسابي، ولا هو إيه؟ هتدخلنا كمان في جزئية تانية ومش عايزة أفتح في كل المواضيع، لكن يعني على سبيل المثال في جزئية هو هل الوحي ده لفظي ولا هو معنوي، هو مكتوب بألفاظ ثابتة ولا معنوية، ولو كانت ألفاظ ثابتة إزاي تترجم من لغة للغة ولا تفقد قوتها ولا تفقد نصها. طيب خلينا نبتدي من البداية، عايز أعرف من الأخ يوسف يعني إيه الوحي المقدس، وحضرتك ليه كتاب جميل جدا أنا شخصيا قريته واستفدت جدا منه وهو وحي الكتاب، إيه رأي حضرتك في الوحي؟ الوحي بصفة بأسلوب بسيط هيمنة روح الله على الرسل والأنبياء أوان الوحي، فجعلهم يصيغوا الأفكار الإلهية بأسلوب إلهي دون أن يتغاضى عن ظروفهم، معلوماتهم، مشاعرهم دخلت فيها كعنصر بشري. يعني أنا دايما بحب أقارن ما بين الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس والكلمة المتجسد الرب يسوع المسيح. الكلمة المتجسد المسيح كان الله وإنسان، تمام، كان الله في كل ما هو الله، كان إنسان في كل ما هو الإنسان. الكتاب المقدس لا يختلف عن ذلك كثيرا، هو كتاب إلهي أفكاره إلهية لكن مكتوب لبشر بأفكار بشرية بمفردات بشرية علشان نقدر نستوعب ما يريد الله منا أن نفهمه، فهو اندماج بين عنصرين، العنصر الإلهي والعنصر البشري. لا يمكن أن أستبعد العنصر الإلهي وإلا يبقى أقوال الأنبياء بس، ولا يمكن أن أستبعد العنصر البشري لأن داود نفسه قال روح الله تكلم بي وكلمته على لساني، فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر. فالمزيج ده هو الوحي.
طيب مش ممكن نكون بنتبنى نظرية أكثر أمانا، وهي نظرية الأكثر شيوعا في الثقافة الشرقية والعربية والإسلامية اللي احنا بنتعايش معاها كل يوم، يعني أن الوحي شيء منزل، فالله لكي يتأكد أن الكاتب للوحي معصوم تماما من الخطأ جرده من شخصيته وأملاه، وكأنه حول الكاتب إلى آلة كاتبة بلغة النهاردة، يكتب اكتب اللي هقولك عليه، فاهم مش فاهم، قابل مش قابل، اكتب ده. وبالطريقة دي هنكون في مأمن من أن شخصية الكاتب الإنسانية تضفي صياغة أو صباغة غير مرغوب فيها لشعب معين أو لجنس معين. كل واحد فينا ليه أخطاءه. يعني أخي دكتور فريز، إيه رأيك في الفكرة دي؟ أنا عايز أذكر نصين، الوحي الإملائي عايز أقول أذكر نصين من الكتاب المقدس يوضحوا ما هو مفهوم الوحي في المسيحية. رسول بولس في الرسالة الثانية إلى تيمساوس بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب إلى آخره. وكلمة موحى به من الله هنا تعني أنفاس الله أو ما تكلم به الله. رسول بطرس بيقول آية تانية، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس. وكلمة مسوقين تعني محمولين، مقادين، مرشدين. فالوحي في المسيحية زي ما ذكر الأخ يوسف له الجانب الإلهي والجانب الإنساني. الله أعلن واختار أشخاص معينين ليقوموا بتدوين هذا الإعلان. وهنا الجانب الإلهي الإعلان، الجانب البشري هو التدوين، وفيما هم يدونون كان الله يعصمهم بالروح القدس في الوقت ده بالتحديد. نحن لا نؤمن أن الكتاب المقدس كان في اللوح المحفوظ ثم أنزل على جبرائيل ثم أنزله جبرائيل على كتبة الوحي، ونحن لا نؤمن أن هناك إنجيل قد أنزل على المسيح أو أن المسيح قد كتب إنجيلا. الذي كتب الإنجيل هم رسل وأتباع المسيح، لكن المسيح لم ينزل عليه إنجيل. فنحن لا نؤمن بفكرة الإنزال ولكن نؤمن بالوحي كما أوضحنا. طيب أخ يوسف، الوحي في الجزء الإلهي هل هو مطلق أم هو نسبي ومحدود؟ ماذا تقصد بمطلق ونسبي ومحدود؟ يعني هل هذا الكلام صالح لكل العصور وكل الأماكن وكل الثقافات؟ ولا كلام الله لو لم يكن ذلك؟ طب أنا بقى معترض على هذا الكلام. إيه معنى أنه تحصل مشكلة بين اثنين ستات في كنيسة ما في فيليبي مثلا، وفجأة بولس الرسول بيكتب كلام مطلق، هو بيقول كلام إلهي مطلق، يقعد يحكي المشكلة اللي حصلة في كنيسة فيليبي أو مشكلة شخصية صغيرة حصلة في كنيسة تانية زي كنيسة كورنثوس؟ إيه دخل أنا النهاردة وأنا راجل مصري وعربي ولا لي أي أصل من الأصول ولا أي شعب من الشعوب ولا أي لغة من اللغات بمشكلة حصلت بين اثنين سيدات أو بين واحد في كنيسة غلط غلطة؟ ولا يعني مش حضرتك حاسس معايا ان دي مش تعاليم مطلقة لكل زمان ومكان؟ اعمل فيها ايه دي؟ هي مش بالضبط زي ما حضرتك اشرت اليها، لكني اقول هل الذي حدث من 2000 عام غير قابل للتكرار؟ هل الناس دول كانوا من طينة غير الطينة بتاعتي وبتاعتك؟ هل المشكلة التي حدثت بين اختين في زمن ما يمكن ان تحدث اليوم في امريكا ولا في استراليا ولا في روسيا؟ ولا ده مش وارد؟ في الحقيقة الكتاب يعلمنا والتاريخ يثبت أن الطبيعة البشرية ما بتتغيرش، الطبيعة البشرية هي هي، والنقائص والعيوب التي كانت في الأسلاف بتتكرر في الخلف أيضا. وكل ما كتب زي ما قال الرسول بولس في كورنثوس الأولى 10، كل ما كتب كتب لأجلي تعليمنا. هذه الأمور أصابتهم مثالا لنا وكتبت لإنذارنا. يعني بيحكي لنا اللي حصل لأن هذا الذي حدث عرضة أن يتكرر معك ومعي، وأنا بتعلم الغلط فين عشان ما أقعش فيه. طب ولو وقعت الطريقة للعلاج إيه؟ وبشوفها في الكتاب. فإذا هناك تعاليم لي، والكتاب المقدس ما فيهوش ولا كلمة واحدة إلا وتحمل طعاما ونفعا لنا، زي ما قال الأخ الحبيب إن كل الكتاب موحى به من الله ونافع، كله كله نافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في البر. إذن الكتاب كله نافع. أنا لو أخذت كلام حضرتك على اعتبار إن بولس يقدم لنا مثالا لنأخذه كسياق
كقياس علشان نقيس عليه اللي بيحصل، ماشي هنتعلم من هذا الموضوع من هذه المشكلة دروس. لكن رداء بولس دخله ايه في الوحي؟ يعني واحد عايز يجيب الهدوم بتاعته من حتة يبعتها له مع واحد، دي تبقى في الوحي. يعني تخيل حضرتك، انا مفاجأ برسالة بولس الثانية لتيموثاوس، بيقول فيها: الرداء الذي تركته في ترواس عند كاربس احضره متى جئت، والكتب ايضا ولا سيما الرقوق. وبعدين يقول له: سلم لي على فريسكا واكيلا وبيت انسيفورس، ارستاس بقى في كورنثوس، واما فلان وعلان، وحاجات شخصيه جدا اسمح لي يعرفوها بولس واللي رايح له الرساله. انا اعمل فيها ايدي؟ احطها بين قوسين واقول: يا اخوانا معذره، الكلام ده يخص الرقوق ويخص الرداء وماليش دعوه بيه، يعني اعلم منه اقول ايه ده؟ ايه القياس بتاعه؟ انا اعتقد، وربما تتفق معي او لا تتفق، ليس هناك وحي في فراغ. لا، نفسرها بمعنى الوحي في المسيحية، أو عندما نقرأ بالذات رسائل بولس، ليس هو إعلانات وعبارات ألقاها الله إلى الرسول بولس عن الحقائق الأبدية، ولكن الله تكلم من خلال الأحداث التاريخية برسالة يريد أن يوصلها لنا. لما نرى رسائل بولس، انت طرحت مشكلة رسائل كورنثوس وايضا في كولوسي، نجد انه رسائل الرسول بولس هي رسائل شخصية في معظمها كتبت لكنائس او اناس يعرفهم الرسول بولس شخصيا، وهذه الرسائل كتبت رد على مواقف معينة. يعني حدثت مشكلة في كنيسة معينة، الرسول بولس بقيادة وإرشاد الروح القدس يكتب لهم مناقشا هذه المشكلة، وواضعا لهم أو معرفا إياهم عن من هو المسيح، رسالته، عمله، ويقدم لهم دروس عملية عن كيفية السلوك ومعالجة هذه المشكلة. أي لكي نفهم رسائل الرسول بولس يجب أن نفهمها في ضوء الموقف والمشكلة والرد عليها. بس فعندما يذكر الرسول بولس بعض هي رسائل شخصية، الرقوق والرداء يا دكتور ما لهش دعوة بالمشاكل. يكتب رسالة شخصية، هذه الرسالة الشخصية تمس احتياجاته الشخصية، لكن في خلال الرسالة نجد أن هناك تعليم ومواقف معينة. فمثلا في رسالة كولوسي عندما كان يتكلم عن عبادة الملائكة، أنا أعتقد ربما نجد في بعض الكنائس المنحرفة عقائديا عبادة ملائكة، لكن في معظم الكنائس ليست هناك عبادة ملائكة، فماذا يستفيدون منها؟ أليست هناك أمور أخرى مشابهة لهذا الأمر نستطيع منها أن ما نسميه بالتطبيق المعاصر؟ يعني أرى النص وأعرف أن في خلفية تاريخية أو حضارية كتب في ضوءها هذا النص، لأنه كتب لناس لازم يكتب لهم في الخلفية والبيئة الحضارية بتاعتهم عشان يفهموها. أنا هقرا النص وهفهم أو هطبق أو ما قاله الكتاب لنسمع ماذا يقول الروح القدس للكنائس من خلال ما كتبوا لهم عن عبادة الملائكة. هناك أمور شبيهة له، نطبق هذا الأمر على الموقف المعاصر الذي نريد أن نحيا فيه أو نتعلم منه. وكون أن الرسول بولس ذكر سلامات أو إحضار الرقوق، ماذا يديرك أنت في هذا الأمر؟ يديرني أن ده وحي. هذا وحي، ما أنا قلت هذه رسائل شخصية كتبت، وفي ثنايا هذه الرسالة الله بيتكلم إلينا من خلال الأحداث والظروف التاريخية التي كتبت فيها الرسالة. فالوحي هو ليس رسالة أو إعلان عن حقيقة أبدية تملى على بولس عشان يوصلها لنا، لكن زي ما قلت نفهم رسائل بولس في ضوء الموقف الذي كتبت فيه والمشكلة التي واجهتها الكنيسة، والتي من خلالها قدم لنا الرسول بولس بالروح القدس حلا لهذه المشكلة. تمام، أرد لك على قبل أن أقول هل لديك أقوال أخرى؟ لدي. أخي يوسف، الكتاب في العهد القديم يسمي الكتاب نفسه أسفارا، لفظ قوي محترم مرموق، لكن خطاب، رسالة، جواب. هل يمكن أن أخذ رسالة من حضرتك وأنت على هذا القدر من العلم والروحانية وأعتبرها وحيا؟ طب لماذا لم تكن هذه الرسائل مسمى أصفارا؟ علشان أنت دخلت في قضية تانية منطقية. ما هي لحظة، ما هي التانية منبثقة من الأولى. ليه؟ طيب. هقول لحضرتك، لأن أنا لو بولس مش بيكتب رسالة أو خطاب، يعني طبعا هو كلام الرقوق والرداء بناء على سياق أنها خطاب ورسالة شخصية مقبول، هي لا رسالة أصلا، لا لا لا. لكن هي مش سفر، إنه يحمل طعاما لنا.
هذه العبارة تحمل تعليما لنا وطعام. أسمع رأي حضرتك. طبعا تفضل. ما فيش كلمة وإلا تبقى حواديت. لا ما هي كده، سامحني. لا 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 أنا أسمح. كقارئ سطحي لا أسامحك. ليه؟ لأنها مش كده. طيب تفضل. أمال هي إيه؟ هل تعلمت من هذه العبارة شيئا؟ هل تحمل لي طعام؟ بالنسبة هل تحمل لي تعليم؟ ولا حاجة. أنت تحمل لي تفضل. وأنا هقول لك عليه وهتوافقني. تفضل. إيه ماذا تحمل؟ تحمل أولا أن بولس كان رجلا فقيرا لم يغتني من وراء الخدمة. كثيرون استغنوا من الخدمة وبقوا أصحاب ملايين، لم يكن كذلك بولس ولا كل خادم أمين للمسيح. ما كانش عنده غير رداء واحد، وكان في سجن رطب في قبوة تحت الأرض، لأن المرة دي مش في بيت استأجره لنفسه زي آخر سفر الأعمال، لكن ده في سجن روما، كان سجن رهيب رطب، والشتاء جاي عليه زي ما قال لنا بادر أن تجي إلي قبل الشتاء. فدخل على الشتاء وهو رجل لا يملك إلا رداء، سابه عند كاربوس، فبيقول أحضر الرداء متى جئت. من هذا تعلمت أن أتباع المسيح لم يستغنوا من وراء المسيح رغم أنهم كانوا أغنياء فعلا. إزاي؟ بولس نفسه قال كفقراء ونحن نغني كثيرين. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. بطرس مرة طالع واحد بيقول له لله حسنا لله، قال له ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. بطرس ده غني ولا فقير بمقاييسك انت؟ في الحقيقة هو من جهة المادة فقير، ما عنديش فضة ولا ذهب. زي المسيح ما كانش في جيبه دينار. كان غني ولا ما كانش غني؟ ده ما حدش يقدر يجيب غناه اطلاقا. والمؤمن ايضا من ناحية المادية مش بيستفيد من وراء المسيح، مش بيستخدم المسيح لكن بيخدم المسيح. وزي ما المسيح كان فقيرا اتباعه كانوا فقراء. ده درس. درس تاني، أن الله يهم دفء روحك ودفء جسدك. جسدك جزء من الشروة اللي اشتراها ربنا، أنت روحا ونفسا وجسدا ملك المسيح. وعلشان كده الله يهمه دفء روحك ويهمه أيضا دفء جسدك. فهذا الأمر بيورينا أن الله بيهتم. لما يقول لنا مثلا، هو المسيح بيبالغ بالمناسبة ولا ما بيبالغش؟ لا ما بيبالغش. لما يقول شعرة من رؤوسكم لا تسقط بدون أبيكم، طب ما تنزل 100 شعرة، إيه المشكلة؟ لا، عند ربنا في مشكلة، ما ولا واحدة تنزل من غير إذن أبوه. العصافير اللي ملهاش عدد في السماء دي ولا واحدة تنزل بدون الآب. الله بيعتني بنا، أليس هذا أمر يسعدني؟ يعني الله يهمه دفء جسدي. إذا أنا بردان ربنا عارف أني بردان والرب بيهتم بذلك. في سفر الرؤيا أصحاح 2 و3 7 مرات تقول أنا عارف، أنا عارف ضيقتك وفقرك، أنا عارف أين تسكن. دي مش حاجة تعزي لما ربنا يبعت لي الرسالة ويقول لي أنا عارف أنت ساكن فين، جيرانك تعبينة بس أنا عارف، السكن ضيق بس أنا عارف. ده يعزي ولا ما يعزيش؟ ده أحسن ولا نقول كده كلام في الإنشاء في الهوى؟ لا، دي رسالة موجهة تحمل طعاما لي طبعا. بهذا المنطوق تحمل طعام. طبعا. ليه؟ لأنه حضرتك استقرأت الكلمات بقراءة روحية وتأملت في شخصية بولس اللي هو من غير ما ياخد باله وضح لنا جزء منها خلصة، يعني في وسط الكلام كده احنا استنتجنا هذا الكلام. لكن هرجع للسؤال اللي كنت بسأله قبل ده على طول. أيوه. طيب برضو مبدئيا كتابة الوحي بطريقة الخطابات ألا تقلل بعض الشيء من إطلاق الوحي؟ بمعنى نقول تاني، العهد القديم أنا عندي حاجة اسمها سفر التكوين، سفر الخروج وهكذا. العهد الجديد أنا عندي إنجيل البشارة المفرحة، عارف حاجة لها وقع رسمي، وقع أقول إيه فورمال أكتر من إنه يكون خطاب. ولا سيما أنا لسه أتعرض بعد لحظات معاكم على الخطابات الفردية، يعني ده مش بس جواب بعته بولس لكنيسة ففي تعليم للكنيسة، ده في جواب بعته لواحد صاحبه، وجواب لواحد صاحبه يطلع وحي في الآخر. سامحوني في الطريقة اللي بتكلم بيها لأنه بحاول اوصل لاعمق حته في القصه دي. دكتور فريز، ما راي حضرتك ليه الله ما قالش لبولس زي ما الناس دول كتبوا اسفار والناس دول كتبوا اناجيل، ما تكتب انت كمان انجيل او تكتب رساله او تكتب عفوا تكتب سفر؟ ليه واخد بولس بالتحديد بولس طريقه الكتابه في الرسائل؟ انا اسف دخلت في تدوين طريقه تدوين الوحي او السياق الادبي، لكن ما فيش معنى. الله يستطيع ان يتعامل ويتكلم مع الانسان بالطريقه التي يراها الله مناسبه للانسان. قبل الوحي
كان الله بيتحدث قبل الوحي المدون، كان الله بيتحدث للناس من خلال الرؤى ومن خلال الأحلام. قبل الوحي أساسا كما يذكر الرسول بولس في رسالة روميا، ما معناه أن الناس اللي ما عندهمش ناموس ما تفعلوا بالطبيعة ما هو مطابق للناموس هم ناموس لأنفسهم. الرسائل كانت هي الوسيلة المفضلة للتخاطب والتعامل في زمن الدولة الرومانية والدولة اليونانية. الرسول بولس اتخذ المنهج الذي كان يتخذه الكتاب والفلاسفة اليونانيين، لأنه كان بيكتب أو بيفسر رسالة المسيح أو يحمل نور المسيح للأمم، فكان يكتب لهم بالطريقة التي تناسبهم أو الطريقة المقبولة. ليس الرسول بولس فقط، بل أيضا البشير لوقا عندما كتب إنجيل لوقا كتب في البداية: إذ كان كثيرون قد أخذوا في تأليف قصة في الأمور، وبعدين أكتب إليك أيها العزيز سأوفيلس. فإنجيل لوقا نفسه مكتوب على هيئة رسالة لأحد الأشخاص، فهذا كان وسيلة من الوسائل التي استخدمها الله، أو التي كانت الطريقة المقبولة للعالم الوثني أو العالم الغير يهودي في ذلك الوقت. فالله بيستخدم أي مدخل أو أي طريقة بها يوصل رسالته، سواء كانت رسالة رعوية، سواء كانت رسالة شخصية، سواء كانت رسالة غير موجهة إلى كنيسة، سواء كانت إنجيل. فالهدف من كل هذه الأساليب هو أن تصل رسالة الله لكل إنسان ويقرأها ويعرف الحق الإلهي كما هو معلن فيها. زي ما ذكرت، كتابات الرسول بولس ليست إعلان منزل، ما هوش ربنا بيقدم له حقيقة عن الحياة الأبدية في صورة إعلان، لكنها كتابات كتبت لحل مشكلات، ونحن من خلال هذه الكتابات نتعلم الرسالة التي نستطيع أن نطبقها في المفاهيم المعاصرة بما يناسب لغة العصر الذي نعيش فيه. فلا يضير الكتاب المقدس أن يكتب في رسالة شخصية أو في رسالة رعوية أو على هيئة بشارة غير موجهة لشخص، بل موجهة إلى شعب أو لكنيسة. عندي كلام أقول. تفضل. الكتاب المقدس يحتوي على تاريخ وعلى نبوة. تاريخ يعني أسفار بتحكي تاريخ حدث، ونبوة حاجات هتحصل. يحتوي على شعر وعلى شريعة. هناك شريعة، شريعة من الله، وهناك شعر زي داود بيكتب شعر، مزامير والأمثال، مزامير والأمثال والنشيد، دي أسفار شعرية. ويحتوي على قصة وعلى رسالة، بيحتوي على كل الصور. وده مش عايز اقول لا يضير ولا يعيبه، انا عايز اقول ده معجزة، ده كمال، ده اعجاز. ليه؟ لان في النهاية 66 شكل ادبي مختلف، 66 سفر، كل سفر حكاية، وفي النهاية كتبوه اولا 40 كاتب زي ما انت عارف، في 3 قارات على مدى 1600 سنة، وفي النهاية يطلع هذا الكتاب يحكي لنا قصة واحدة، موضوع واحد، موضوع خلاص النفس، موضوع المسيح المخلص. الكتاب المقدس كله يكلمنا عن المسيح. نعم، عندي دليل على كده. اولا نقدر نمسك كل سفر ونطلع المسيح، لكن نفس انجيل لوقا 24 المسيح لما قام من بين الاموات ابتدأ مع تلميذي عمواس يفسر لهم الامور المختصة به في جميع الكتب. يعني حتى سفر الجامعة نلاقي فيه المسيح، طبعا نلاقي فيه المسيح، اكيد هنلاقي المسيح في سفر الجامعة. وهكذا، هذا اعجاز في حد ذاته. وزي ما قلت في الاول، الوحي ليس كلمات صماء جت من السماء ونزلت على الارض، لكن وليدة ظروفها. انا داخل في مشكلة، اتبعتت لي رسالة حلت المشكلة، طلع ان الرسالة اللي طبعا مش بس تخص حضرتك، المرسل إليه، لكن تخص الشعب اللي وراك. فيليمون مش بس فيليمون، لكن الرسالة ديت مليانة بالتعليم ليا وللأجيال كلها. يعني آلاف ملايين المؤمنين على آلاف السنين استفادوا من رسالة فيليمون، رسالة شخصية بخصوص موضوع شخصي، بس بتكلمنا عن الله مين هو، وعن الإنسان مين هو، وعن خلاص الله إيه هو، وعن تغيير الله يقدر يغير الإنسان يعمله إيه. مش هي ده الكتاب المقدس؟ مع إنها رسالة في صورة من رسالة، صفحة واحدة مبعوثة من واحد لواحد عن واحد، حاجة شخصية خالص، بس هي بتحمل طعام لنا. دي كلمة الله،
ده بقى العنصر البشري اللي معاه العنصر الإلهي كونهم وحي الله. أدهمنا الوقت ولا داهمنا الوقت لكن في النهاية لازال هذا الموضوع له جزء آخر، لينا حلقة جاية. أنا عندي مشاكل تاني ثقافية تبدو أن ليس لها محل من السياق في الوحي، وهنستعرضها في الحلقة القادمة. أعزائي المشاهدين، لا نخجل إطلاقا من فتح كل القضايا وكل الملفات التي تخص إيماننا المسيحي، لا نخجل. لماذا؟ لأن إذا كان هذا الإيمان لا يغيرنا يجب نحن أن نغيره. لكن إذا كان هذا الإيمان مغير للحياة، وهذا الإيمان بهذا النص المقدس والإلهي والذي قيل عنه أنه أنفاس الله يستطيع أن ينقلك من الظلمة إلى النور، فيجب أن لا تتعامل مع الأمر بأي استخفاف. إذا كانت عندك أسئلة نرحب بأسئلتك على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الإيميل. وفي نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر لخادم الرب الفاضل الأخ يوسف رياض وخادم الرب الفاضل الدكتور فريد صمويل. نشكركم جدا لتواجدنا، وتعيدونا بالحلقة القادمة أن نستأنف هذا الموضوع. عزيزي المشاهد، إلى أن نتقابل الحلقة القادمة، لك منا أغلى تحية، والرب معك.